قرر مجموعة من الأصدقاء إنهم يقضوا أجازة هالوين مع بعض، فحجز ليهم صاحبهم بيت مميز عشان الأجازة، بس البيت كان معروف عنه قصة قديمة. دخلوا الأصحاب البيت وكانوا شايفين البيت ممل ومفهوش أي حاجة مميزة عشان يقضوا أجازة ممتعة، بس صاحبهم اللي استأجر البيت كان ليه رأي تاني إن ده أكتر بيت مناسب لأجازة الهالوين. الشاب اللي كان عارف إن حكاية البيت مأساوية، فكان في مجموعة من الأصدقاء بيقضوا أجازتهم فيه وكلهم ماتوا بطريقة مؤلمة في ليلة واحدة، وبقى البيت مسكون إلا بنت واحدة بس هي اللي نجت من اليوم ده، والبيت من وقتها هو فاضي، وكمان الحي كله بقى مهجور بعد الليلة دي. وطبعا الشاب أخد البيت للأجازة عشان هو شايف إنه أفضل مكان يقضوا فيه أجازة فيها إثارة بسبب قوة البيت. طبعا الأصدقاء مش مصدقين الحكاية وشايفين إنها قصة خيالية مبالغ فيها، بس وافقوا إنهم يقضوا الأجازة مع بعض في البيت المستأجر. بدأوا الأصحاب يكتشفوا المكان ويدخلوا الأوض كلها، ولاحظت البنت إن الساعة بدأت تدق بصوت عالي جدا وكأنها بداية يوم جديد. في الليل اتجمعوا كلهم وبدأ الشاب يعرض عليهم يلعبوا اللعبة واللي اسمها الحقيقة والجرأة، ولاحظ الأصدقاء إن الساعة رنت بصوت عالي مبالغ فيه، وافتكروا إن صاحبهم اللي أجر البيت عمل خدعة عشان يرعبهم. الشاب حاول يقنعهم قد إيه اللعبة مميزة واللي عليها إشاعات كتير إن هي سبب موت الأصحاب وإحنا لازم نجربها. وافقوا كلهم كنوع من التسلية، والولد طلع أوراق علشان كل واحد يكتب فيها حقيقة حصلت، واللي يسحب الورقة ينفذ التحدي أو يقول الحق. بدأت البنت بسحب أول ورقة واللي طلع فيها إنها تبوظ صديقة ليها، ومن شروط اللعبة تنفيذ الأمر، البنت بسخرية نفذت اللي طالع ليها في الورقة. جه دور صاحبتها واللي سحبت ورقة، بس بعد ما قريتها قررت ما تلعبش، بس أصحابها رفضوا لأن ده ضد شروط اللعبة. الحقيقة اللي كانت مكتوبة في الورقة إنها عاشرة حبيب صاحبتها المقربة، ولما كذبت وقالت ما حصلش جت رسالة على تليفونات الجميع بإنها كذابة. اضطرت البنت إنها تعترف باللي عملته وإنها كانت غلطة، بس صاحبتها سابت المكان وهي مصدومة. حاول حبيبها يهديها بس كان غضبها شديد من اللي عرفته بسبب اللعبة. رجع حبيبها للولاد وسألهم مين اللي كتب كده، وبعد ما مسك الأوراق لقى مكتوب إنه لازم في دقيقتين يقول الحقيقة وإلا اللعبة هتنال منه بعد الدقيقتين ما يخلصوا. وقعت ورقة تحت رجله بس هو ملفظش اللي مكتوب فيها، وافتكر إن ده كله خدعة من الشاب اللي استأجر البيت وقرر ما يكملش لعب. دخل المطبخ وهو جوه اتعرض لحادث ولقى ايده على النار ومش قادر يسحبها. دخل عليه اصحابه واللي كانوا في حاله دهشه من اللي بيحصل، بس كلهم فاكرين ان صاحبهم هو اللي بيعمل فيهم الخدعه دي. طارت ورقه تحت رجل البنت واللي مكتوب فيها كل اللحم المحروق وقدامك 4 دقايق عشان تنفذي التحدي. طبعا الجميع اتعصبوا على الشاب، بس هو اكد ليهم ان كل اللي عمله انه استاجر بيت وملوش اي دعوه باللي بيحصل وانه مش ممكن يأذي اي حد. الشباب قرروا يخرجوا من البيت بس فشلوا بعد ما كل الابواب اتقفلت بشكل محكم، وكمان الشبابيك بدأت تتقفل من بره بالخشب. بدأوا كلهم يستسلموا ويقرروا يكملوا اللعبة علشان يقدروا يخرجوا من البيت. طلبوا من البنت انها تنفذ الامر اللي جالها علشان هي اللي عليها الدور في اللعبة. راحت البنت وبدأت تاكل اللحم المحروق والجميع في حالة صدمة وذهول. بدأت اللعبة تزيد في الصعوبة وتدي امر لكل واحد، والاوامر كانت بتركز على مخاوف كل واحد فيهم. الشاب جاله أمر إن يمسك السلك، أصحابه عملوا خطة عشان ينقذوه من الكهرباء وفعلا نجحت، والولد نفذ الأمر بس من غير ما يتأذى. اللعبة بتزيد في سرعتها، والتحدي اللي بعده إن حد يضرب الولد على رجليه. الولد رفض في الأول لأنه رياضي وده فيه أذى على رجليه اللي بيخاف عليها طول عمره لا تتأذى، بس كان عليه تنفيذ الأمر إلا اللعبة تنال منه. السؤال اللي جه لصاحبتها إنها مدمنة، البنت أنكرت بس اتكتب على الباب إنها كذابة، والبنت أصرت على الكذب. اللعبة نالت منها وماتت بشكل مرعب بعد ما فتحت الباب. قدروا الولاد يخرجوا من البيت بعد موت صاحبتهم، وفي المستشفى بدأوا يقولوا للشرطة على اللي حصل في البيت، بس محدش صدقهم واعتبروا ان موت البنت مجرد حادثة. الشباب افتكروا ان اللعبة انتهت بموت صاحبتهم، كل واحد فيهم قرر يرجع لحياته. الشاب اللي استأجر البيت كان فاتح الكاميرا عشان يشوف صور صاحبته اللي ماتت، شاف جوه الكاميرا صاحبته على السرير وكتبت على الحيطة كلمات، وبدأ الشاب يعرف إن اللعبة لسه ما خلصتش. حاول يهرب من الأوضة بس فشل ومات جوه أوضته. كلهم بعد موت صديقهم اتأكدوا إن اللعبة ما انتهتش بخروجهم من البيت، وعليهم الاستمرار في اللعب حتى النهاية. البنت بدأت تدور على الإنترنت على الفتاة اللي نجت من اللعبة من سنين لغاية ما وصلت لعنوانها وقررت إنها تروح ليهم. أكدت ليهم السيدة إنهم لازم يكملوا اللعبة جوه البيت، بس لو عايزين يعيشوا لازم يقولوا الحقيقة من غير كذب، وكمان يتحدوا ويساعدوا بعض عشان ينتصروا على اللعبة السخيفة. والولد والبنت مع بعض جالهم أمر من اللعبة وقدامهم وقت لتنفيذ التحدي. قرر الشاب تنفيذ الأمر وهو سرقة بنزينة، بس وهو بينفذ قتلته صاحبة البنزينة. هربت البنت وكلمت أصحابها وحكت ليهم اللي حصل لحبيبها وإنه مات جوه البنزينة. اتقابلوا كلهم قدام البيت وقرروا يكملوا اللعبة جواه. أول ما دخلوا البيت جه ليهم أمر بشرب سائل، وطبعا لازم يساعدوا بعض عشان ينتصروا على اللعبة، وفعلا بعد ما شربوا قاموا بترجيع كل اللي شربوه في أسرع وقت ممكن. جال البنت تحدي جديد واللي فيه أمر بخلع ضرسين، ما كانش قدام الشباب غير مساعدة بعض في تنفيذ الأمر،
وإلا اللعبة تنان من البنت بقتلها. الشاب جاله أمر إن حد يضربه بالعربية، وده لأنه ضرب راجل بعربيته زمان وجري من غير ما ينقذ اللي ضربه خوفا من العقاب. راحوا عشان ينفذوا التحدي، بس البنت مش قادرة تسيطر على العربية، وكان في قوة متحكمة في العربية، فمات الشاب. كده مش باقي غير التلات بنات. صاحبتهم قالت لهم إنها ما عندهاش مخاوف من حاجة، وعمرها ما عملت حاجة غلط، وما عندهاش نقطة ضعف للعبة تخاف منها. فجالها أمر مباشرة إنها تمسك أنبوبة، ولما نزلت عشان تنفذ الأمر المكان كله صراصير، وهي نقطة ضعف البنت لأنها بتخاف منهم جدا. اتجمعت عليها الحشرات بشكل مأساوي، وأصحابها مش قادرين يفتحوا الباب لغاية ما ماتت البنت لما اتجمع عليها الصراصير نقطة ضعفها. آخر تحدي بين البنتين الفاضلين وهو الأصعب، بس قدروا ينفذوه معتقدين إنه التحدي الأخير، ويروحوا المستشفى وهناك هيتم علاجهم بشكل كامل. وهم في طريقهم للمستشفى جالهم تحدي جديد، بس كانوا في حالة ذهول إنهم افتكروا إن اللعبة خلصت على كده.